حياك الله. طبعا الناقد الثالث سعيد الطويل. عمر هدا علي اللدة. تفضل حياك الله. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك طول عمرك. حياك الله. طبعا عندنا محاور اليوم حراقه مراقه كراقه براقه حراقه سبايسي. طيب اول محور معنا اليوم اول ناجين شيء ما حد يقدر يسكت عنه. والله العظيم ما حد يقدر يسكت عنه. يا اخي كم لكم في البرنامج في اللوكيسنات ولا في اللوكيسنات هذه؟ والله العظيم تعبنا. انا لو عندي شيء كسرت هالحين قدامي ولكن ما يصير الكلام هذا. تبي تستبعد ما يصير الكلام هذا. مثلا العمود هذا ليش موجود في المزروع؟ اسمع 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 العمود ليش موجود في المزروع؟ يعني يا حبيبي اذا بتحط لك عمود لا تحطه في المزروع، حطه فوق السطح. والله العظيم يا سعود ما يصير الموضوع ذا. الولد تفضل يا سطح يا شباب ما يسكت. نعم نعم بس اسمع يا اخوي اسمع الرجال انكسر. اسمع الناقد هو يجي يشد كل يتوتر في البرايم في البرايم ذاك اليوم. اصبع قبل خبر السالفه ما يصير اصبع ينكسر. ليش ينكسر اصبع اطول من عمود؟ خلا ما يتكلم ضبط المحور. ايه المحور عندي. يلا ضبط المحور اصبع. يلا يلا طيب انا تكلمت في العمود ليش موجود في المزروع؟ ما يصير الموضوع هذا. المفروض ما يحط فوق ما يحط في المزروع، يحط فوق السطح. ليش؟ علشان المنظر. صح ولا لا؟ نعم. فاختياركم للاماكن غلط فيها غلط. موضوع غلط فيه غلط. موضوع قوي والله. تفضل انا اليمين عند اخوي ابو لا عندك والله عندك مية بعزمية الله يرضى عليكم. خلاص اوكي دائما باليمين احنا. طيب للشخص الواحد معاه اقل من دقيقة تتكلموا في الموضوع هذا. والله ما يصير الموضوع. وش الموضوع؟ العمود ليش موجود هنا؟ يعني المحور اللي عندي العمود صح؟ اي نعم. اصبع طاهر بعوين كل ما هنا يتوتر اصبع يقول طين يروح يمين بعدين يقول ها خلاص بعدين ايش دخله في الموضوع المحور؟ نفسه الاصبع كالعمود. كت 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 تفضل اقل من دقيقه. صادق انا يوم ذاك اليوم يوم توتر اصبعي ينعفط زي كذا. انا ماني جايبكم نقاط هنا تطقطقون علي. ما انطق بس لا بالله انا اتكلم في العمود ما اتكلم في اصبع. اصبع زي العمود بس مالت. لا لا ما اتكلم في الموضوع. كت تفضل انت يا ابو اصبع. اسمع علي الابداع. لا لا في المايك. طب احنا عندنا خسرانين المشاهدين الكرام. احنا جبناكم نقاد من جوليشك. والله ما يصلحون. والله العظيم انهم تدري وش اتمنى؟ والله ما يفيدون في حاجه. هذا لا تسرحهم مع الغنم ترجع الغنم وهم مرجع. والله العظيم والله كت نعتذر عن الحلقه ودعناكم الله شكرا. اضافه سالم حسام كت 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 سالم حسام قفلوها. لوكيسنات قفلوها. يقول يلا تدرون اني